السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله حنبدأ في الجزء الثاني من الشابتر. الجزء الأولاني من الشابتر 3 كان بيتكلم عن كيف ممكن نحسب الهيدروستاتيك فورس الناتجة عن ضغوطات الليكويدز سواء على الأسطح، سواء كان هذا السطح مستوي أو منحني. الجزئية الثانية من الشابتر بتتكلم عن البويانسي، يعني عن الأجسام الطافية أو المغمورة غمر كلي، عن قوانين الطفو. أول حاجة من نقدر نحكيها في هذا الجزئية في سيكشن 3.36 إنه لما يكون جسم submerged يعني مغمور، أو floating يعني طافي في fluid ساكن، حيكون في force تنشأ على هذا الجسم الطافي أو المغمور غمر كلي. هذه الforce اسمها buoyancy force، أو قوة الطفو أو قوة الدفع إلى أعلى كنا بنسميها زمان. البويانسي فورس هي عبارة عن الريزلتنت فلويد فورس، هي عبارة عن محصلة القوى تاعت الفلويد اللي بتأثر على الجسم المغمور غمر كلي أو الطافي. الآن أي جسم مغمور غمر كلي أو طافي مكون من أسطح، وبالتالي لو أنا معني بحساب البويانسي فورس على هذا الجسم الطافي أو المغمور غمر كلي، بدي أبحث عن الفورس اللي بتأثر فيها هذا الفلويد على مين؟ على الجسم أو على أسطح الخارجية للجسم اللي هي in contact مع الليكويد، تمام؟ طيب ناخد حالة عام، مثلا هذا عندي أنا جسم كروي، ناخد حالة بسيطة جسم كروي، وهذا الجسم زي ما احنا شايفين مغمور غمر كلي، هي السطح الحر وهي موجود تحت السطح الحر، يعني بمعنى آخر هو عبارة عن fully submerged body. الآن هذا الجسم مكون من أسطح، والأسطح هنا مثلا في هذا الجسم الكروي هي أسطح منحنية، وبالتالي أنا عشان أعرف resultant force على هذا الجسم بدي أعرف الفورس المؤثرة على الأسطح الخارجية، تمام؟ ولأنه أسطحها منحنية إذن باجي في بالي أنه على هذا الجسم المكون من أسطح منحنية عشان أحسب الفورس على السطح المنحني زي ما شفنا في السكشنز في السكشن اللي فات، أنه ببحث عن مركبة القوى المؤثرة على الأسطح في الاتجاه الأفقي والمركبة المؤثرة على الأسطح هذه في الاتجاه الرأسي. لأن احنا زمان بنعرف انه الجسم المغمور غمر كلي بيكون عليه في فورس تؤثر من الفلويد على هذا الجسم اسمها قوة الدفع إلى أعلى، يعني هي vertical force. طب ليش ما فيش قوة أفقية؟ تمام، هذا اللي احنا نعرفه اليوم. طب ليش القوة الدفع إلى أعلى تساوي وزن السائل المزاح؟ هذا برضو حنعرفها اليوم. طيب نبدأ بالقوة الأفقية، ناخده كسكشن، هاي الجسم المبين كأنه شبه دائري، تمام؟ وأنا عندي هنا الفلويد موجود وهنا الفلويد موجود، تمام؟ عشان أعرف الفورس رحت قسمت هذا السطح إلى سطح على الشمال وسطح على اليمين، تمام؟ بعرف القوة الأفقية المؤثرة على هذا السطح اللي على اليمين، فإيش قلنا؟ أي قوة أفقية بروح بعمل projection لهذا السطح على vertical plane وبحسب القوة اللي بأثر فيها على مساحة الإسقاط، وبتكون هي نفس القوة الأفقية اللي بتأثر على السطح. فلو كان أنا عندي سطح كروي، تمام، لو كان أنا عندي سطح كروي حنيجي نبحث عن القوة اللي بتأثر على الإسقاط. الإسقاط للسطح الكروي لنصف الكرة هذه على vertical plane بيطلع إيش؟ دائرة، تمام، هي في النص. طبعا على الجزئية هذه بتأثر قوة اسمها RH1، على الجزئية هذه الخارجية تؤثر قوة اسمها إيش؟ RH2، تمام. يعني على نصف الكرة بتأثر قوة RH1 بهذا الاتجاه لأنه الفلويد موجود هنا، وعلى الجزء اللي على الشمال بتأثر قوة من الفلويد على قوة أفقية من الفلويد على هذا السطح اسمها RH2، والقوتين متعاكسات بالاتجاه لأنه هنا الفلويد بهذا الشكل بيأثر بيضغط بهذا الاتجاه، وعلى هذه الجزئية الفلويد بيضغط بهذا الاتجاه. القوة الـ RH عشان أحسبها بروح أدور على إسقاط هذا السطح على المحور الرأس على السطح الرأسي، فبطلع عندي اللي هي الدائرة، تمام، وبحسب الفورس RH1 من الأف اللي هي الفورس اللي جاية على مساحة الإسقاط الدائرة. قبل ما احسبها باجي بدي ادور كمان على الاسقاط، بدي احسب RH2، فببحث عن مساحة اسقاط نصف الدائرة الثاني على
على سطح رأسي، فبطلع برضو هي نفس الدائرة. فهنا القوة هي القوة اللي جاية على الدائرة على مساحة الإسقاط، وهنا القوة هي القوة اللي جاية على الدائرة على مساحة الإسقاط، والمساحة الإسقاط اللي في النص هي نفس المساحة نفس الدائرة، والقوتين متعاكستين. إيش معنات هذا الكلام؟ إنه F1 F تساوي F، RH1 تساوي RH2 قيمة، ولأنهم متساويات قيمة ومتعاكستين في الاتجاه، فبتطلع RH1 وRH2 بيكنسلوا بعض، وبالتالي لا يوجد مركبة أفقية تؤثر على الجسم المغمور غمر كلي الفولي سبميرجد بودي. عشان هيك دي القوة الوحيدة اللي بتأثر على الجسم المغمور غمر كلي أو الطافي هي قوة إشمالها قوة رأسية. تمام؟ إذن طلعنا هنا بخلاصة، لأنه مساحة الإسقاط نفس المساحة، ولأنه القوتين متساويتان قيمة ومتعاكستين اتجاها، فبطلع لا يوجد no resultant horizontal force تؤثر على الجسم من الهيدروستاتيك بريشر اللي حوالين هذا الجسم. طيب هذا في في القوة الأفقية. طيب القوة الرأسية إيش بنيجي منقول؟ عشان نعرف الجسم عندي مكون من سطحين، سطح العلوي والسطح السفلي، وإحنا زمان قلنا في السكشن اللي قبل عشان نعرف الفورس إيش بنروح منقول، هل الفلويد جاي من فوق ولا جاي من تحت؟ فمنلاقي جزء من هذا الجسم سطح الجسم الخارجي جاي الفلويد عليه من فوق اللي هو هذا الجزئية نصف الكرة العلوية، والجزء السفلي اللي هو AECDB هذا الفلويد جاي عليه من تحت. طيب الفلويد اللي جاي من فوق، الفورس اللي جاي اللي بتأثر على السطح العلوي جاي من فوق، وبالتالي الفورس تساوي RV1 وتساوي وزن الفلويد اللي فوق هذا السطح، تمام، حتى الوصول الى ايش؟ الى الـ حتى الوصول الى السطح الحر. يعني لو انا برسمها في 2D بيكون عندي انا جسم بهذا الشكل، انا قسمته نصين، هنا السطح الحر عندي، هذا السطح نصف الكرة العلوي في 2D بحسب الفورس عليه، فبطلع من هذا الطرف ومن هذا الطرف، وباجي بقول الفلويد جاي من فوق، وبالتالي RV1 اتجاهها الى اسفل وتساوي وزن الفلويد اللي فوق السطح لغاية ما نصل للسطح الحر، واتجاهها الى ايش؟ الى اسفل، لانه الفلويد جاي من فوق منها. طيب خلصنا الجزئية العلوية، الجزئية السفلية هذه، تمام، الفلويد جاي عليها من تحت، واحنا قلنا لما الفلويد يجي على السطح من تحت بتكون يؤثر عليه قوة اتجاهها الى اعلى RV2، وتساوي وزن الفلويد التخيلي اللي فوق هذا السطح لغاية ما نصل للسطح الحر. وإيش هو الوزن الفلويد التخيلي اللي فوق هذا السطح؟ هو هذا الموجود هنا، خليني أحطه بخطوط شبه أفقية لغاية ما نصل لوين؟ للسطح الحر. يعني هو وزن الفلويد اللي هنا هذا موجود هنا، تمام، وهذا عبارة عن مين؟ عن RV2. طيب ايش محصلة القوى اللي بتأثر على الجسم؟ مين هنقول في اي مين اكبر قيمة؟ الاكبر قيمة هو الاكبر حجما، الوزن الاكبر حجما، تمام، يعني بمعنى RV2 هي عبارة عن القوة الكبيرة. طب هما في نفس الاتجاه ولا متعاكستين؟ متعاكستين. اذا RV القوة الرأسية المحصلة هي عبارة عن حاصل طرح القوتين، وهي في اتجاه القوة الأكبر، حاصل طرح القوتين يعني RV2 ناقص RV1، وهي في اتجاه القوة الأكبر اللي هي RV2، يعني اتجاهها إلى إيش؟ إلى أعلى. طيب لما نطرح الوزن هذا كله، تابعوا معايا على الشاشة، لما أطرح الوزن هذا كله من هذا الوزن، تمام، يعني بدي أطرح أنا وزن هذا الحجم من الليكويد، من الليكويد لاحظوا بدخصم منه وزن هذا الحجم من الليكويد، ايش بضل؟ بضل هو عبارة عن وزن الفلويد اللي مفروض يكون محل الجسم. اذا RV لما نخصم الوزنين من بعض بيطلع RV المحصلة
هي عبارة عن وزن الفلويد المفروض يكون محل الجسم، عشان هيك بنيجي بنقول ار في تساوي وزن الفلويد، وزن الفلويد الايش؟ المزاح. المزاح بواسطة مين؟ بواسطة الجسم، يعني وزن الفلويد اللي محل الجسم، اللي ازاحه الجسم، واتجاهه الى وين؟ الى اعلى. طب وين بيأثر؟ ما دام وزن الفلويد اللي جوا الجسم معناته بيؤثر في السنتر اوف جرافيتي لهذا الوزن، ولان وزن الفلويد دائما بيكون هوموجينيس بالغالب، بمعنى اخر يؤثر في السنتر اوف فوليوم لهذا الحجم المزاح. تمام. اذا الابترست فورس او البوينسي فورس او قوه الدفع الى اعلى تساوي القوه الابورد فورس على اللور، على الجسم السفلي، على السطح السفلي، ناقص الداونورد فورس على السطح العلوي. لما نطرحهم من البعض، الحجم وزن الحجم ناقص وزن الحجم بيطلع وزن الفلويد الموجود محل الجسم الموجود، فبالتالي الابترست فورس قوه الدفع الى اعلى، الابترست فورس تساوي وزن الفلويد المزاح بواسطه الجسم. هذه الفورس تؤثر فيرتيكالي ابورد لانها قوه راسيه، القوه الافقيه تساوي صفر. وين بتاثر؟ في سنتر الفوليوم للفلويد الديسبليست. تمام. ويسمى نقطه تاثير هذه القوه اسمها السنتر اوف بوينسي، مركز الطفو. تمام. وهذا بنسميه الارشميدس برنسيبل او قانون ارشميدس. اذا على الجسم المغمور غمر كلي او الطافي لا يؤثر على هذا الجسم اي قوه افقيه لانه بكنسلوا بعض، ويؤثر على هذا الجسم قوه اتجاهها الى اعلى قيمتها تساوي وزن الفلويد اللي تم ازاحته بواسطه الجسم، يعني وزن الفلويد اللي حجمه حجم الجسم بالضبط. ويؤثر في نقطه هي عباره عن سنتر هذا الحجم المزاح، سنتر الفوليوم. تمام. وتسمى هذه النقطه سنتر اوف بايانسي. اذا احنا بنعرف زمان سنتر اوف جرافيتي هو مركز الثقل، يعني مركز تاثير الوزن، وبنعرف سنتر الاريا اللي هو السنترويد، وبنعرف سنتر الفوليوم، وبنعرف اللي سميناه المره اللي فاتت في بدايه شابتر سنتر اوف بريشر اللي هو عباره عن نقطه تاثير القوه اللي جايه من الهيدروستاتيك بريشر. هذا اسمه السنتر اوف بوينسي، هي عباره عن نقطه تاثير قوه الدفع الى اعلى على الاجسام الطافيه والمغمور. تمام. طيب اذا وزن الفلويد المزاح، اذا رول الفلويد مش اي وزن، عباره عن ايش؟ اي وزن، اي وزن عباره عن اي وزن زي ما احنا بنعرف الويت يساوي ام في جي، اي كتله هي عباره عن رو في في، اذا في جي، اذا رو في في هي الكتله وبعدين في جي. اذا احنا بنقول قوه الدفع الى اعلى الفورس تاعت الابترست تساوي وزن الفلويد، اذا رو لمين؟ للفلويد، ملهاش علاقه بالجسم، الفلويد اللي تم ازاحته. في الفوليوم مش احنا بنقول وزن الفلويد المزاح بواسطه الجسم، بمعنى اخر الفوليوم تبع مين؟ اللي ازاحه الجسم. اذا فوليوم لايش؟ الديسبليست فوليوم. تمام. لما يكون مغمور غمر كلي بيكون حجم الجسم، لما يكون جزئي بيكون حجم الجسم المغمور، طبعا في عجلات الجاذبيه. اذا رول الفلويد في جي في الفوليوم ديسبليست باي ذا بودي. إذا كان الجسم مرة تانية مغمور غمر كلي بيكون الحجم هو حجم الجسم، إذا مغمور جزئي يعني floating طافي فإحنا بنطلع على الجزئية، على الحجم الجزئية المغمورة فقط. طيب إذا كان جسم مغمور بين سائلين كيف نحسب الفورس اللي عليه؟ بنقول بكل بساطة الفورس اللي عليه هي عبارة عن محصلة قوتين R1 وR2. R1 هي عبارة عن وزن الفلويد المزاح من الفلويد الأولاني، وR2 هي عبارة عن وزن الفلويد المزاح من الجسم الثاني. R1 إيش تساوي؟ يعني تساوي رو واحد في جي في الفوليوم واحد. وين الفوليوم واحد؟ هو هذا المزاح من الجسم الأولاني من الجزئية الأولى. وR2 إيش تساوي؟ رو اثنين في جي في في اثنين. إيش الفي اثنين؟ هي عبارة عن الحجم الفلويد المزاح الثاني. طب وين بدي احط الار واحد؟ في سنتر الفوليوم هذا. وين بدي احط ار اثنين؟ في سنتر الفوليوم هذا. طيب ايش بتطلع؟ ار الكليه عباره عن ار واحد زائد مين؟
زائد R2 يعني رو واحد في G في V1 زائد رو اثنين في G في V2. تمام؟ طبعا ممكن أعرف وين مكانها هذه ال R اللي هي بدل هذه وهذه، باخذ العزم من أي نقطة كانت، عزم R1 وR2 من هذه النقطة، R1 في ذراعها زائد R2 في ذراعها، يساوي عزم المحصلة الكلية من نفس النقطة، وبقدر أعرف بالضبط بتبعد قديش عن هذه النقطة المحصلة زي ما بنعمل كنا في الاستاتيك. طيب ناخذ مثال توضيحي، بيقول لي في عندي جسم عائم، تمام، زي السفينة يعني، ركتانجلر مستطيل متوازي المستطيلات، عرضه 6 متر، طوله 12 متر، ارتفاعه ما جابش سيرته، لكن احنا في الاجسام الطافية بنهتم في الدرافت. ايش الدرافت يعني؟ في عمق غاطس هذا الجسم خاصة في الموانئ، تمام؟ فاحنا بنهتمش قديش فوق السفينة، احنا بنهتم قديش الغاطس، عشان في الميناء لازم يكون احنا عاملين دريدجينج، يعني ماخدين عاملين حفر للميناء بعمق اكبر سفينة احنا سمحين لها تدخل، طبعا مع زيادة، تمام. المهم على كل احنا بنهتم بالغاطس. فعندي جسم لو بدنا نرسمه عشان نفهم ايش بيقول لي، بيقول لي في عندي جسم مستطيل، هذا الجسم ايش ماله، الغاطس تبعه دي يساوي 1.5، عرض السفينة 6 متر، والعمق الداخلي اللي احنا مش شايفينه الطول الطويل، يعني لو من فوق بنلاقيها مستطيلة، قديش بعدها، قديش العمق الداخلي، 12 متر. بيقول الغاطس هذا مقداره 1.5 متر في فريش ووتر، يعني هذا لما كان عندي ايش، مية حلوة. ليش؟ لانه الغاطس بيفرق لو كانت المية حلوة عن المية المالحة، تمام؟ طيب أول حاجة بيقول لي أوجد وزن هذا الجسم العائم. فعشان أوجد وزن الجسم العائم إيش عندي أنا فورسز على الجسم، نرسم فري بادي دايجرام. عندي الوزن إلى أسفل اسمه الويت أوف بونتون، وعلى هذا الجسم العائم تؤثر إيش قلنا، قوة دفع إلى أعلى R up. في قوة تانية؟ ما فيش قوة تانية. إذن رسمنا الفري بادي دايجرام، في الوزن الى اسفل وفي قوة الدفع الى اعلى، وهذا موجود في فلويد ساكن، اذا سميشن اف واي تساوي زيرو، وبالتالي الويت للجسم العائم يساوي قوة الدفع الى اعلى. قوة الدفع الى اعلى تساوي رول الفلويد في جي في الفوليوم الديسبليست، صح؟ طيب ومعنات هذا الكلام انه الويت للجسم العائم يساوي رول الفلويد 1000 مية حلوة في 9.81 في الفوليوم الديسبليست. الفوليوم الديسبليست بواسطة السائل هو عبارة عن الجزئية الغاطسة، هذا اللي تم إزاحتها، هذا هو عبارة عن الحجم المزاح. الحجم المزاح هذا يساوي مساحة الاريا لقبالنا هذه في العمق الداخلي. الاريا تساوي 6 متر في 1.5 في قديش، في 12 عمق داخل. وهيك بنكون احنا اوجدنا وزن السفينة بايش، بوحدة للنيوتن. هذا عبارة عن مين، عن R up. وبعد ما جبنا R up، R up تساوي WP. هل قلت ايش بيقول لي؟ بيقول لي اوجد الغاطس لو دخلت هذا الجسم العائم، لهذه السفينة دخلت مية مالحة كثافتها 1025، ايش بنتصور انه السفينة تطلع ولا تنزل؟ السفينة تطلع شوية. طيب هل معنات انه الار اب زاد، قوة الدفع الى اعلى زادت؟ لا، كل ما حدث انه عبارة عن تبادل ادوار بين الحجم والكثافة، يعني زادت الكثافة لازم الحجم المزاح يقل. ايش معنات هذا الكلام؟ ليش؟ لانه لو دخل هذا الجسم
في مية مالحة، هل وزنه نفسه بتغير؟ اللي حسبناه قبل شوية بتغيرش. طب ايش بتغير؟ هل بتتغير الار اب؟ برضو بتتغيرش، بس اللي تغير هو الحجم المزاح. رو هنا رو صارت 1025 كيلوغرام على المتر مكعب، زادت. فالفوليوم الديسبليس اتغير، الفوليوم الديسبليس بتغير، لا بتغير 6 متر ولا 12، بتغير مين؟ الغاطس دي في السي ووتر، تمام. فضلت W تساوي R up. W حسبناها قبل شوية، ال R up ايش صارت؟ صارت تغيرت، هلقيت 1025 في 9.81 في الفوليوم الديسبليس. الفوليوم الديسبليس ما دام هذه تغيرت، هذا حيتغير لانه هذه زادت، هذا حيقل، تمام. لانه لكن هل ار اب تغيرت كقيمه؟ لا ما تغيرتش، تمام. طيب هذا هذا ايش هو؟ عباره عن 6 في 12 في مين؟ في الغاطس الجديد. 6 في 12 يعني 6 في دي في 12، 6 في دي سي ووتر في 12. من هذه المساله احنا بنقدر نجيب الدي في السي ووتر بكل بساطة، تمام. طيب الحاجة الأخيرة، السؤال الأخير، السؤال الأخير، أوجد اللود اللي ممكن هذه السفينة تتحمله في فريش ووتر، تمام، يعني في الحالة الأولى. If the maximum draft permissible is 2 meter، يعني لو كان في هذه الحالة أقصى غاطس مسموح فيه هو عبارة عن 2 متر، يعني بدل هذه صارت إيش؟ بدروح أنا أحط هنا وزن إضافي load plus، وبدعرف قديش قيمته. إذا كان أقصى قيمة ممكن تتحمل فيها هي أقصى غاطس مسموح فيه 2 متر. بكل بساطة حنيجي نقول W plus زائد الوزن العادي للسفينة يساوي قوة الدفع الأعلى الجديدة نيو، تمام، واللي هي تساوي 9810 في 6 في مش في 1.5 مرة، هذه في 2 في 12. هذا بنعرفه وهذا المجهول، وهذا قوة الدفع الأعلى إلى أعلى الجديدة في حال كون الغاطس المسموح فيه قديش؟ 2 متر. ومن هنا بقدر أعرف الحمل الإضافي الممكن أحمل فيه السفينة بحيث أنه ما يزيدش الغاطس عن قديش؟ عن 2 متر، تمام. هيك إن شاء الله بنكون خلصنا الجزئية الأولى من هذا السكشن. بس للتأكيد للمرة الجاية، لما يكون في عندي جسم مغموق طافي حيؤثر على هذا الجسم الطافي قوتين، قوة الوزن إلى أسفل وزن الجسم نفسه السفينة نفسها والتحميل اللي فيها وتؤثر في center of gravity بسمي جي، وقوة الدفع إلى أعلى والتي تساوي وزن السائل المزاح هذا يعني لحجمه V المهشر وتؤثر في center of buoyancy. القوتين متساويات فبيطلع الام في جي يساوي رو في 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 جي. فممكن نعرف لو كان عندي مجهول هو عبارة بدي اعرف قديش حجم السائل المزاح، بيطلع الفوليوم يساوي ام على رو للفلويد، تمام. وهذا تقريبا نفس السؤال، يعني اشي مشابه بالسؤال اللي احنا شفناه. الله يعطيكم العافية، نشكركم على الحضور وان شاء الله نكمل المرة القادمة. الله يعطيكم العافية.